الله معكم. الضيفة اليوم هي والسياسة عالمة حكيمة قائدة ورائدة. هي قبلت كل سيدة تطمح للعمل في السياسة، قبلت كل فتاة تطمح للنجاح بمجتمعها، هي قبلت كل مواطن يبحث عن وطن. ضيفتي اليوم تبوأت مراكز كثيرة، واليوم هي المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية. هي من أسست وكانت المديرة العامة السابقة لمعهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف. هي المتخصصة بالفلسفة وعلم النفس من الجامعة اللبنانية. هي رئيسة اللجنة العلمية الاستشارية لدى برنامج ماست في منظمة الأمم واليونسكو في باريس. عضو مجلس جامعات الأمم المتحدة لعدة سنوات. هي ممثلة شخصية لرئاسة الجمهورية في المجلس الدائم للفرنكوفونية لمدة 6 سنوات. أهلا وسهلا فيك دكتورة فادجة كيوان. صباح الخير، شكرا كثير على استضافتي. خجلتيني بهالمقدمة استاذة فادية، أنا حاولت أقل أختصر من هيك بكثير. أنت البركة كلها. تسلمي لي. نحن منطلع لك على طول المثال الأعلى والقدوة لتكرسي فينا المناصرة للوطن والمناصرة للمرأة. بهمني كمان إذا فيه ساهم بتكريس الأمل، بدنا نخترق هذا الجدار اللي انرفع بوجه اللبنانيين ونعيد الأمل. وأنا بصراحة على عن قناعة، يعني ما عم بغش حدا، أنا عندي إيمان أنه لبنان سيتخلص من هالكبوة وسيعود الشعب اللبناني مرفوع الرأس إلى حياته اليومية الهنيئة اللي فقد الهنا فيها بالفترة الأخيرة لظروف يعني أليمة وقاسية جدا. هيدا ببركتك وبهمتك، وشفنا مؤخرا المؤتمر يلي صار ببيت المحامين، الوفود العربية يلي حضرتك اصطحبتيها لرجع ضخت هيدا الأمل، وأطلقت من لبنان إعادة صياغة قوانين لحقوق الإنسان تكرس عربيا. الفضل بيرجع على نقابة المحامين ببيروت وبطرابلس وللاتحاد، اتحاد المحامين العرب. أنا كنت ضيفة معهم، ولكن نحن على علاقة وثيقة مع اتحاد المحامين العرب من خلال اتفاقية وقعوها معنا بالقاهرة مقر المنظمة لنتعاون بقضايا المرأة وقضايا حقوق الإنسان، ونحن حاطين كل إمكاناتنا بتصرف هالمشروع، لأنه تعرفي المحامين عندهم دور تنويري مهم كتير، وإذا كانوا هن مناصرين لقضية بربحوا صاحب القضية. فالمحامين بعرف أنه ممكن يدافعوا عن أشخاص متهمين ويبروهم، فكيف بقى إذا كانت قضية حق وصاروا يدافعوا عنها؟ أنا أكيد أنه لهم دور كتير كبير، والقضاة كمان، القضاة والمحامين هن فئتين جناحي العدالة. بالضبط بالضبط، نعتبر إلى جانب المشترع أي المشترعين بالمجلس النيابي، برأيي أنه بتكتمل صورة القرار العام يلي بيقدر يطور المجتمع. دكتورة كيوان، مثلت رئيس الجمهورية بالمحافل الدولية، ماذا يعيقك عن تسلم مركز قرار داخل الوطن ويكون التأثير مباشر وإيجابي؟ شوفي، أنا تسلمت مسؤولية من قبل فخامة الرئيس ميشيل سليمان أول شيء، وبحييه وبصبحه من خلال برنامجك، ولكن استمريت بهالمهمة لما بدأ عهد فخامة الرئيس ميشيل عون، وكمان بحييه وبقول له نحن يعني منقدر الظروف الصعبة اللي عم بيحاول هو يشتغل فيها. وبقائي بسدة المسؤولية بهالفترة كان دليل انه انا عم بخدم الجمهورية مش عم بخدم اشخاص، وكانت خدمة عامة عم بأديها بدون اي مزايا، لان انا كنت عم بشتغل، يعني عندي شغلة، انا بالتدريس كنت بالجامعة اليسوعية، واستأذنت بوقتها من رئيس جامعة وقلت له فخامة الرئيس بده يكلفني بمهمة، قال لي تفضلي، نحن كل شيء فيكم تخدموا فيه البلد نحن طبعا بنشجعه. ف ليش ما بتسلم مسؤوليات بقلب البلد؟ مسؤوليات عامة. طرح اسمك وزيرة وبعدين هذا موضوع سياسي، انا ما بدي ادخل فيه بالتفصيل. موضوع السياسي، في بالسياسة ستنا في ميزان قوى واعتبارات متعددة لما بيطرحوا اسماء، والفرقاء السياسيين خلافا للي بيعتقدوه الناس
منهم مثاليين، بعدوا واحد وواحد بيعملوا اثنين ما بيعملوا 11. فتشوا على مصالحهم مش مصلحة بفتشوا الوطن. إذا يكون عندهم فريق عمل متناغم 100% مع أفكارهم، وأنا قد لا أكون الشخص المناسب ببعض الفترات والظروف، لأني أنا شخص عندي سمات يعني معروفة، ما بدي أحكي عن حالي، قد لا تكون هي المطلوبة بمرحلة من المراحل. فالله يساعد يلي استلموا وهلأ مستلمين مسؤوليات، لأنه الظروف صعبة جدا، وحتى إذا الإنسان كان صاحب نية طيبة وإرادة طيبة مش دايما بيطلع بإيده، أنا برأيي ما بيطلع بإيده شيء. فأحد الأصدقاء للفنلي لما تشكلت آخر حكومة وقال لي شكرت الله أنك منك فيها، قلت له آخر حكومة ما حتى انطرح اسمي يعني ما كان وارد لأنه الظروف كانت مختلفة. قلت له ليش؟ قال لي لأنه هيدي الله يساعدهم هولي مثل إنزال النورماندي. إنزال النورماندي بيذكروه تاريخيا انتحاري. أول إنزال كان انتحاري، لأنه أول ناس نزلوا طلعت فيهم الأنابل والأفخاخ وقتلوا كلهم. فالله يساعدهم ويأخذ بإيدهم، ويكون كلام صديقي خطأ، ولكن المسؤولية العامة تكليف مش تشريف بهالظروف هاي للإنسان اللي بده يحمل مسؤولية، مش بده يعمل إيه؟ مصلحته. مش هذا الموضوع يعني، حتى إذا أنا بدي أحمل مسؤولية وبدي أخدم ولدي بلدي شيء مش راجع لي، ما بدهم ياني، ماشي الحال محل ما أنا موجودة مرتاحة وعم بخدم. كان ربنا عوض على مركز كتير أكبر وعم تقدر تخدم لبنان. إيه صحيح، هذا المركز مهم وعم بقدر اشتغل على مستوى اقليمي، وانا بدي اخبر اللبنانيين انه يوم 27 الشهر كان في يوم تكريم المرأة المصرية من هيئة قضايا الدولة اللي هي مثل مجلس الشورى عنا قضاء يعني، وجامعة القاهرة، وانا كنت من المكرمات، كنت ببيروت. هذا فخر كثير كبير، كنت ببيروت، كان عنا دورة تدريبية وتبلغت مؤخر واعتذرت ما قدرت اوصل ارجع، وكلفت سيدة من المنظمة تروح تستلم الدرع عني، بس كنت أنا من المكرمات يعني. والتزامك بكلمتك أنه ما تركت التدريب للسيدات. لا ما بقدر، وفضلت أنه يكون سياسي. تكريم شخص لحالك. نحن كثير فخورين فيك. شوفي التدريب سياسي، التدريب سياسي أنا ما بزيح، بضلني قاعدة معهم. وكان في مجموعة من المترشحات اللبنانيات اسم الله عليهم، كلهم قامات وهامات كبيرة، وأنا بتمنى لهم التوفيق. ظروف الانتخابات مش سهلة أبدا. نعم. وتحدثنا معهم بالتفصيل، كان في أخوات من الدول العربية، من عدة دول عربية وكذلك لبنانيات. إذا أهم شيء بهالمناسبات هو تبادل الخبرات. نعم. وبتعاون أنا بكل دولة لما بروح بشتغل فيها مع خبراء من الدولة، كان في 4-5 خبيرات وخبراء من لبنان شاركوا بعملية ما بنسميه تدريب بنسميه تمكين. نعم. لأنه بالغالب أما بيكونوا نائبات أو وزيرات أو أصحاب مراكز صاحبات مراكز كبيرة، مش تدريب بالمعنى الصغير. نعم. للكلمة تمكين عبر استعراض القضايا ومحاولة تنمية قدرات ومهارات السيدات. فالستات اللبنانية حسيت أنه اللي شفتهم اللي إجوا وشاركوا عندهم ثقافة رفيعة المستوى وعندهم شخصية وبيتحدثوا بطلاقة وعندهم بمواضيع رؤية بالشأن العام. رؤية صحيح، ولكن أنا خوفي من أنه المعادلات الانتخابية ترجع تقلص فرص النجاح. يعني كلهم بيستاهلوا ينجحوا، بس اللي رح ينجحوا هن مثل ورق اليانصيب مع القانون الانتخابي. بالضبط. نسبة كتير صعبة لازم يعرفوا اللبنانيين. نعم. أنه قانون الانتخاب هو بيحدد مصير الانتخابات، هو الانتخاب. يلي فصلوه على قياسهم حتى يرجعوا هن للمركز. وظروف كمان إلى جانب القانون نفسه، قوانين العلاقة بتنظيم وسائل الإعلام وتوسيع الإتاحة أمام وسائل الإعلام أمام كل المرشحين والمرشحات، وهذا منه موجود. نحن بنسمع أنه في تعريف الوضع المادي، في تعريف عند بعض وسائل الإعلام للظهور على التلفزيون. نعم. وفي مرشحين من الجنسين وخاصة كمان النساء واسمين الجنسين عندهم صعوبة أنه يدفعوا $50,000 تيطلع 5 دقائق على التلفزيون. حرام كمان، حرام. في استغلال. هذا الموضوع بده كان التفاتة من الحكومة أنه تضبط الوضع، بنفس الوقت تسمح لوسائل الإعلام يعيشوا يعني يبلوا ريقون، بس بنفس الوقت يكون في مساواة بين المرشحين، في ضوابط. تاني موضوع حكينا عنه كتير
وما بدي أنا أعطيه طابع سياسي كلامي، لأنه هو موضوع سجال سياسي، هو الميجا سنترز. تعرفي من أهم أعباء بالحملات الانتخابية هي نقل المواطنين إلى صناديق الاقتراع، مكلفة جدا جدا قبل ما تصير حرب أوكرانيا ويغلى المازوت والبنزين وكل هالقصة. فكيف هلأ؟ نعم. كيف هلأ؟ الميجا سنترز بخفف كتير من أعباء الانتخابات على المرشحين، فلسوء الحظ بيعطي فرصة لكل ناخب أنه يمارس حقه بالانتخاب. كمان برافو عليكي، لأنه بصير عنده حرية. نعم. مش واحد جابه بسيارة دونك بده ينتخب معه. فلسوء الحظ ما في التفاتة لموضوع نقل المواطنين إلى مراكز اقتراع. هلأ فيها الدولة تاخدها على عاتقها، اوكي ما بدها. نعم. تعمل ميجا سنترز ما تعمل، بس تاخذهم على عاتقها، تعمل تأمن المواصلات العامه، لا تقول المواصلات العامه يوم سبت واحد الانتخابات للتنين ثلاث ايام اللي بيطلعوا على الجبال على البعيد عكار على هرمل ويرجعوا يروحوا ويرجعوا هن وعيالهم بلاش، تاخذوا تدفع هي بنزين للسيارات، تطلب تعمل تطوع، مين بحب يتطوع وتقدم هي المواصلات، بدها تاخذ مبادره الحكومه. واثنين قلت لك موضوع الاعلام بده ضبط، ما بيصير هيك، ما بيصير. عشان هيك لانه حضرتك تجدردين الحلول من قلب الازمه، عشان هيك بدنا اياك بقلب الحكومه، لانه حرام نبقى نحن من دون اي حل. نحن نطرح الازمه وبيطلعوا هن كمان بيشتكوا من الازمه. لا هن يعني الله يساعدهم، الله يساعدهم. انا مش بمجال احكم على عمل الناس، اصلا الدوله ما عندها امكانيات ماديه. نعم. بس بده واحد يكون في عنده موقف مبدئي، يعني اذا طلع وزير وقال او وزيره وقالت نحن ما رح نقبل انه يصير في استغلال للانتخابات لفرض رأي. يعني تعرفي غير منطقيه على المرشحين والمرشحات، وخلق هذه الفجوة بين من يملك المال ومن لا يملك المال. يا ستي حتى إذا بملك المال أنا بقدر أدفع، بس ما بدي، لأنه أنا بأربع سنين نيابة ما بطلع اللي بدفعهم بطلع على التلفزيون وحدة، خاصة هلأ رواتب النواب صارت بالأرض مثل كل شيء. ولو بقدر أدفع لا ما بيسوى، ما بيسوى. وكمان كمان بعدين أنا كمبدأ ما بدي، أنا ما بدي أدفع ثروتي تا قل لهم بليز انتخبوني اتسول، يعني انا ما بيسوى. وسمعت ستات قالوا هذا الكلام، نحن مش عم نتسول، نحن بدنا الناس تجي تقلنا نحن بدنا اياكم، نحن عنا ثقه فيكم، مش نصير ندفع مصاري تنس تأيدنا. بعدين اللي بخوف ست فاديه اللي عم يدفعوا اموال طائله ليفوتوا على الانتخابات، شو الدوافع؟ اولا اذا بحبوا الظهور صحتين على قلبهم، بس ما بيكفي، بده يكون عندك رؤيه، بده عندك مشروع تا أنا أنتخبيك. اثنين إذا مفكرين أنه بس يوصلوا حيرجعوا يعودوهن، هون الكارثة. يعني أنه في خطر على الخير العام من وصول أشخاص مقتدرين ولكن طامحين بزيادة ثرواتهم، ونحن بنعرف استغلال مقاومات الدولة. هيدا الجرح اللي بعده عم بينزف بلبنان بالسنين الأخيرة، اللي هو أنه الناس اللي ضمن السلطة بمواقع مسؤولية رسمية على اختلافها استعملوا السلطة مش بس تيزيدوا ثرواتهم، تيهربوها. نعم كمان. تيهربوها ويزعزعوا القدرة المالية بالبلد. حضرتك أسستي ودرتي مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف، تفضلتي هلأ بأكثر من مثل كيف ممكن أنه نعمل حكم رشيد. نحن رح نتجاوز كل السابق ونعمل نحن وياكي الأمل يلي تفضلتي وبلشتي في حديثك. إن شاء الله. كيف فينا نأسس للحكم الرشيد؟ شوفي أول شيء بدنا نطبق القوانين، ومحل ما القوانين مش مكتملة لازم نطور القوانين، ولازم الناس اللي بيشتغلوا بالشأن العام يكون عندهم شفافية مالية، وهيدي القوانين اللبنانية فرضتها بالمبدأ انه في ديكلاراسيون للموارد اللي موجوده عند الشخص بتولى سده مسؤوليه رسميه مسبقه لتولي. ايه ايه. بس انا عرفت من رئيس مجلس دستوري خبرني مره انه فلان كان بده يبعث لي الظرف، قلت له بدك تيجي شخصي خبر تفاصيل. رئيس ميشيل هون ظرف فيه مصاري ولا no, no, فيه ظرف نو no, فيه انه في ديكلاراسيون تصريح بده يبعث له ديكلاراسيون، قال له لا بدك تيجي شخصيا. قال لفخامة الرئيس وقال
دولة الرئيس سعد الحريري، اجوا شخصيا وقدموا ديكلاراسيون. اوكي، مثل كل مواطن. ايه بس ما بيكفي. قلت له شو بتعملوا انتم عموما بالديكلاراسيون؟ قال لي بتبقى بظرف مختوم، اذا صار في دعوة بتنفتح. قلت له لا، كيف بدنا نتحقق؟ ما بتكتمل الصورة غير اذا بس يخلص مهمته الرسمية. اي شخص بيعمل ديكلاراسيون تاني وساعتها بده يصير في مقارنه بين اثنين تشوف اذا صار في اسراء غير مشروع. ما لا، قانون الاسراء غير مشروع من سنه 79 موجود، طبعا رجعوا طوروه ولاحظوا فيه، رصدوا ثغرات. بده هيئه قضائيه تتنفذ، ما انا موجوده. عم يضحكوا على الناس. اذا لازم نحن نكون متشددين. مؤخرا رفعوا السريه المصرفيه خلال سنه بفتكر عن اموال الاشخاص بالمواقع مسؤوليه. خلصت المدة ولا حصل أي مراجعة ولا شيء ولا شيء. هلأ موضوع تهريب الأموال للخارج هذا موضوع فيه ناحية شعبوية. أنا بريد نحكي علميا، أنا سيدة بحكي بالعلوم أكاديمية سياسية. أولا طالما ما في قانون بيمنع تحويل الأموال، الناس فيها تحول أموالها. أنا شخص متواضع، إذا رحت على البنك وقلت له بدي حول مصرياتي على ما بعرف وين، هو مفروض يتجاوب معي. الواقع هو انه انا رحت اكثر من مرة اطلب حول مبلغ ما استأجر اشتري البيت اللي انا فيه، قالوا لي ممنوع، بينما كانوا عم بيطلعوا مصريات ناس اصحاب ثروات للخارج وثرواتهم مشبوهة. تاني نقطة انتبهي، مش كل الثروات مشبوهة، ولكن من بين هالاموال اللي تهربت للخارج في يلي عم يهرب من انه يصير في كابيتال كنترول وما عاد يقدر يتحرك، وفي يلي ثروته مشبوهة. مش كل الناس، نعم، بس في ناس ثروتهم من الشأن العام. هو التوقيت كانت كان بفترة ريبة. ايه بس فاتت ريبة، المصارف تحمل مسؤولية انه هي بفترة كانت مقفلة تصرفت وهي بأموال أشخاص معينين وما فتحت للعامة. ايوه، وما عدلت بين المواطنين، ما عملتها لكل الناس. نعم. يعني هذا الموضوع انا برأيي في متابعة له، وان شاء الله تنكشف الحقائق ويدوب الثلج. وكذلك انا بريد انه نبتعد عن الشعبويه بالحديث عن الموضوع. ما بدها طبل وزمر هاي القصه، بدها حزم، متابعه، بدها متابعه وحزم. وقد لا تكون المساله لازم تطلع على وسائل الاعلام في مرحله الاجراءات والتدابير، لانه قد تكون الظهور الاعلامي هو الهدف، أو هو ياخذ الموضوع لمكان آخر للاستثمار السياسي الحزبي، بينما الموضوع هو موضوع حق عام وحق للمواطنين ومسؤولية للمصارف وللأشخاص اللي تبهي اللي طلع مصرياته لبرا. أنا ما بقدر اتهمه، لأنه إذا ما في نص يمنع هو ما عم بخالف القانون، ولكن هو معنوياً مسؤول تجاهي كلبنانية. أنا أنه أنت اللي فلان الفلاني، والبعض منهم أشخاص عامين بتاعته بالسياسة أكتريتهم، أنتوا حميتوا حالكم على حسابنا، ففي مسؤولية معنوية كتير كبيرة. وهون المسؤولية معنوية تجاه الرأي العام مسؤولية سياسية، مش مسؤولية قضائية. أنا ما بدي يكون قضاء، القضاء هو قضاء، أنا رأي عام. نعم، عم نحكي على موضوع يتعلق بمصير الوطن. هن أثروا على مصير الوطن من دون ما يراعوا أي اعتبارات. شوفي، الوطن بكبوة من فترة طويلة مش جديدة. نحن خياراتنا الاقتصادية المالية كان فيها تهور، وكان فيها مراهنة على أنه بده يصير في سلم بالمنطقة، وكان بدهم يعززوا وجود اللبناني ويخلوه يعيش مرتاح، ومعتبرين أنه رح تتدفق الرساميل. هذا خيار مش ضروري يكون عاطل، بس عمليا بين انه فيه خطا، فيه خطا تقدير، ما كان في تدابير احترازيه بالضبط. فتهوروا تهوروا، اولا تهوروا، ثانيا في ماني ابدا بمجال اعمل القضاء هون، بس انا بعتبر انه اللي كان يطلع على التلفزيون يبتسم ويقول لنا الليره بألف خير، هذا غشنا. هذا غشنا، وهذا بيحمل مسؤوليه كثير كبيره. وثانيا عم يتبين من مجريات القضاء خارج لبنان اللي منا مسيسه، انه بنفس الوقت هو كان عم يهرب فلوس، وبعدين استدرج اللبنانيين الدياسبورا المغتربين. نعم. يلي لهم عشرات السنين عم بكدوا ويتعبوا ليراكموا رزقتهم، استدرجهم
ويعطيهم فوائد عالية غير عادية غير طبيعية تيردوا أموالهم لهون يحطوها بالمصارف، وبنفس الوقت هو كان عم بهرب فلوسه تيحميها ويبيض أموال ما بنعرف. ولكن الأسوأ من هيك أنه كان عم بدين الدولة اللي ما عندها ملاءة، أنه طيب الدولة إذا هي عم تتصرف بشكل غير متزن وعم تهدر، ما بدي اقول عم تسرق، في عندها عجز ما قادره تسكر ديونها، مش بس عم بيزيد عم بيتراكم. نعم. انت ليش بعدك عم بتدينها؟ اوكي، فهذا التهور اللي حصل بتوزع فيه المسؤوليات على عده جهات رسميه، ومثل ما قلت لك نحن بنحاسب كراي عام وبنطلب من القضاء النزيه غير المسيس انه بهدوء كامل يتعاطى مع هالملفات بشكل يحمي الخير العام. شوفي بدي اقول شيء، اللبنانيين بلاحظ ما بيحكوا فيه، بيقولوا راح وخلص. لا، انا بدي اقول له بليبيا، بالعراق، بتونس، بالسودان، بمصر وغيرهم، هول عم بتذكرهم، تم استعاده اموال من المسؤولين بالملاحقه القضائيه. نعم، القضائيه وبالمصابره، صح، وبالشكل المتكتم، لانه انا لما بيكون عندي ملف قضائي بدي يكون شوي ديسكريت حتى ما يكونوا عم بيعملوا تدابير. صحيح. لذلك انا الخوف من انه لما بياخذ طابع اعلامي وبيعملوا منه حدث اعلامي بيخلص مع الحدث الاعلامي. نعم. وبيصير ماده سجل سياسي. عم بقول لك ذكرت دول صار فيها مقاضات لمسؤولين كبار، والجزائر، الجزائر ابن خيو للرئيس او اكثر من ابن خيو، خيو اولاد خيو سجنوهم، سجنوا رئيس حكومه سابق، وتم سمعت التفاصيل ابدا، بس انا بعرف انه تم كشف وقائع، وفي بعض الحالات تم استعاده اموال للدوله. بتونس تم استعاده اموال، بمصر استعادوا اموال وهدايا وصلوا لمسؤولين استعادوهم، قالوا انه هولي وصلوا لكم بصفتكم الرسميه. هيدي فيها مبالغه انا برايي قصه الهدايا، ولكن كان في مقاضات سياده القانون، وتم استعاده اموال اعتبروا انه هيدي حق عام. على امل انه لبنان نوصل لهيدي المرحله كمان ان شاء الله. بنرجع موضوعنا للمراه في السياسه، لماذا تعتقدين انه المراه مغيبه في الاحزاب؟ منا مغيبة لأنه هني أرادوا يغيبوها، ما عم بيوصلوها أو هي ما عم تقدر توصل لمراكز القرار. شوفي أحزابنا ما عندها حياة ديمقراطية، أحزابنا أغلبيتها قائمة على تأسيس من فوق وجماهير أو أشخاص عندهم ولاء لشخص المسؤول أو لشخص العيلة أو للعيلة، ما عندهم ولاء للأفكار يلي عم بيدعي عليها الحزب، أو أنه الحزب وضع أفكار ولكن بقي هو جمهور، وجمهور عائلة وعشائرة وطائفة ومذهبة وكذا. بهيك أجواء لا المرأة ولا الرجل بيقدروا يتقدموا غير إذا كان عندهم رضا اللي عنده السلطة، رئيس الزعيم. اللي عنده الرضا بيقطع، اللي ما عنده الرضا ما في يعني عودة للأقران، يعني للمحاسبين وهن يختاروا مين بيلاقوا افضل واحد بيناتهم يتقدم لسده مسؤوليه، منا موجوده او موجوده بصعوبه كثير. كيف بدنا نخلي الامل لكل شخص مؤهل ونقول له انه العاب دورك وتحدى ونحن كلنا حدك؟ اولا الامل موجود، ولكن الامل موجود فلتات شوط، بدنا الامل يكون اوسع، مروحه اوسع، يكون الامل موجود عند كل شخص عنده حب للشأن العام. أنا بعتبرها هيدي بركة من الله إنه الإنسان يكون يحب يخدم المجتمع، وبالتالي لازم يصير في مأسسة للحياة السياسية، ولازم يصير في توعية وتثقيف للرأي العام تيصور هو متشدد في محاسبة الأحزاب، ولو كان بحبهم يحاسبهم على أدائهم. شوفي قالوا فاقد الشيء لا يعطيه، كيف حزب من الأحزاب بيدعي انه هو بده يكون في ديمقراطيه وبده يوصل للسلطه وشو، وهو منه ديمقراطي بادائه الداخلي، فاقد الشيء لا يعطيه. نعم. لذلك الاحزاب عندها حساب بعدين معنا كراي عام، بدنا نحاسبها. ومين بده يحاسبها؟
مش انا المنطويين يلي بخصوها بقلب يلي الحزب بخصوها الناس كون اصلاح ذاتي. شوفي انا لاحظت بالسنوات الاخيره خاصه خلال موجه الاحتجاجات اللي حصلت نعم. بتشرين 2019 حسيت انه صار في ثقافه متجذره بالجيل الجديد، ديمقراطيه متنوره راقيه، وبالتالي ما رح يقبلوا انه يجروهم مثل القطيع مثل القطيع، عم فتش على الكلمه نعم. ما رح يقبلوا. دكتورة فاديا كيوان، شرف كتير كبير لنا أنك تكوني معنا، لأنه أنت هي السياسة، وأنت بدبلوماسيتك بكفاءاتك بعلمك تبوقتي أكبر المناصب برات لبنان، وعلى أمل أنه كل الخير اللي عم تزرعيه برا وعم بتأكدي من أنا لبنانية عربية صح، هيدا الدور يكون عم يشرق علينا من جديد ويزرع الامل شل. يلي حضرتك عم تعملي ان شاء الله. انا منايه انه مش بس نحن يكون لنا تاثير بالمحيط العربي، انه ينعكس هالشيء كمان على زياده ثقه بالنفس للبنانيين واللبنانيات، وشعورهم فعلا انه نحن جزء من عالم عربي وحضورنا في العالم العربي بالنسبه للبنان مثل الرئه اللي بيتنفس منها. ولبنان منصه كل العرب اللي بلتقي فيهم بيحكوا لي بحنين عن لبنان وبمحبة للبنان وللبنانيين، وفي صورة مثالية للبنانيين واللبنانيات. قد لا نكون نحن على قدر الصورة، ولكن في صورة حلوة عن لبنان بالخارج بتمنى ترجع تصير فعليا موجودة، والظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها تتبدد مثل الغيوم ونرجع نحن نحيا من جديد. الأمل كله عندك ونحن بنقول لمشاهدينا الكرام كل كلمة انقالت من القلب إيه؟ ولازم نكون كلنا على فرد قلب ونآمن أنه رح نرجع نبني لبنان كلنا مع بعض إن شاء الله. دكتورة فاديا كيوان بنشكرك كتير، وبترك آخر كلمة لإلك للجمهور. أنا بشكركم أولا لأنه عندكم برنامج خاص بالمرأة، القناة نفسها قناة مريم مختصة بقضايا المرأة، وهيدا وردة أنتوا عم ترموها للمرأة باللبنان والعالم العربي، هيدا أنا بدي أشكركم عليه. وتانيا بدي أشكرك أنت شخصيا على الأسئلة الحلوة اللي سألتيها، وعلى شغفك بالمواضيع اللي بتعديها، عندك شغف. أنت مثل أعلى لنا دكتورة. اللي عنده شغف باللي عم بينفذه بينجح. فبارك الله. تسلمي، الله يخليك. شكرا كثير، شكرا كثير لكم. أهلا وسهلا فيك. مريم محطة هي لكل امرأة وسيدة ورائدة مثلك. مشاهدينا الكرام، رح نرجع نلتقي مع هي والسياسة في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.